الاسعار غاليه وكل حاجه غاليه، مش الاسعار لبس المدارس، لان لبس المدارس والاسعار كلها غاليه والناس تعبانه طبيعي من اصله. الاسعار اصلا الاسعار زايده عن حدها شويه، يعني عندي عيال عمي وابن عمتي جايبين لبس مدارس اكتر من اللي بيدفعوه في المدرسه اصلا. اسعار غاليه، كل حاجه غاليه دلوقتي، كله غالي، ملابس غاليه وكله غالي. طبعا الحاجه مقفوره خالص، مش بس المدارس، كل حاجه. يعني انا النهارده جارتي الصبح في البلكونه تقول لي لما اروح اجيب الشنطه ب 180، اقول لها دوري على 70 و80، تقول لي اجيب ورقه تتقطع بكره وبعده. يعني عايزه تقول لي ساعدونا، يعني يا جماعه ساعدوا اللي معاه عيال ومعاه في مدارس. الدنيا مقفوره خالص، وانا مش شايفه مصر قد الدنيا ولا هتبقى قد الدنيا. مصر بنازله. انا زعلانه من الغلو اللي احنا فيه ده. ايوه جبت، بس مش كله طبعا. يعني لما اروح اجيب لاثنين بس منهم كوتشهات ب 300 جنيه، اما ما اجيب بقيه اللبس ازاي؟ واجيب لبس الواد التاني ازاي اللي في ثانوي والدروس اللي داخله عليها؟ ايه الفلوس دي كلها؟ وبعدين ما في زياده في المرتب، في زياده في الاسعار. طب زودونا المرتب عشان نقدر نعادل ده مع ده ونعيش زي ما احنا كنا عايشين، احنا كنا راضيين باللي احنا فيه ونقول الحمد لله. بلاش، لازم، حرام، هنعمل ايه؟ مجبر اخلاق ما قلت، لازم عشان اكمل تعليم، يعني هعمل لك ايه؟ لازم. جبت الاسعار غاليه جدا جدا. من الرقابه ما فيش، والضمير منعدم. ده الزفت والله الغلاء. يعني الاسعار دلوقتي ما فيش حد، ولا حد بيتابع، ولا وزير التمويل بيتابع، ولا حد بيتابع. كل شويه يقول لك ايه، كزون كزون مش عارف ايه، واسعار، والتلفزيونات تعرض حاجات ومنتجات وتقول لك كذا كذا وارخص ورخيص ومش عارف، كله كلام فاضي، ما حدش عارف. يعني مفيش حاجه سايفها الواحد صح في البلد دي. الله كله فبركه وكله لعب. لا، يعني المواطنين مش هيقدروا يتحملوا الزياده اصلا. مش هيقدروا يتحملوا الزياده بتاعت رفع الردود بتاعت المدارس. عشان كده لازم المواطنين يعملوا حاجه. المواطن المصري بيتحمل كل حاجه، المواطن المصري عليه ضغوط وبيعيش في اي وضع، بس ده زياده اوفر، زياده قوي، من الاكل للشرب لللبس لكله. يعني مصر طول عمره بيتحمل، بس كده معفر كده، الدنيا بايظه خالص. يعني لما يبقى اللحمه ب 120 وب 100 جنيه، تروح تجيب اللحمه المستورده اللي بيقولوا عليها اللي في الاخر قالوا لحمه خنازير جايه من البرازيل وغيرها. يعني احنا هنتحمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ لا طبعا، لان مفيش زياده في الدخل. احنا كنا عايشين يا دوبك الدخل على قد اللي احنا ما فيه بالزق. لما تزيد الاسعار المفروض يزيد الدخل عشان نجيب ده يعادل الزياده. يدونا بس الزياده اللي زودوها في الاسعار يزودوها، احنا مش عايزين زياده قوي في المرتبات، لا، يدونا بس اللي بيعادل الزياده في الاسعار. والله لا، بدليل ان عندك نسبه الجهل بتزيد. يعني ما حدش ودي المدارس النهارده، فنسبه الجهل اتوقع انها هتزيد اكتر. مع نسبه الجهل هتزيد اكتر، خدي بقى نسبه التعليق، نسبه الصحه هتزيد اكتر. لان يعني ما فيش لا عندك وعي صحي ولا وعي تعليم، هو بناء عليه هيقع التعليم وهيقع الصحه. لان انا معيش، انا كاب النهارده عندي ثلاثه، هجيب لهم منين؟ والضريبه المضافه منين؟ ناس بتكلم نفسها وماشي من الغلو ومن القرف، فمش عارفين نعمل احنا ونسوي ايه. هم اصلا المفروض ينزلوا الاسعار بتاعت الدوب بتاعت المدارس.